منطقة معروفة بجود وكرم سكينتها، جنوب المغرب غني بثقافته والمناظر الخلابة. هادشي كله كيخلي محبي المغامرة والاستكشاف يطيحوا في العشق ديالها. بغيناكم تعيشوا معنا هاد التجربة ونقربوا لكم الصورة أكثر. كنبغي طبيعة بلادي. مدينتي هي هويتي. التاريخ حتى مزيرتي. مدينتي هي مستقبلي. كنبغي ثقافتي. كنبغي طبيعة ناسها. كنبغي منتوج بلادي. وجهتنا اليوم كتبعد على اكادير 170 كيلومتر، وكتعتبر من اجمل مناطق سوس ماسة واللي معروفه باسم كنز الجنوب. كتواجدوا على علو 1200 متر، ومرحبا بكم. ما بين الحوايج اللي معروفه بهم منطقه تفرج هما الاحجار الملونه واللي خلاوها ما بين المناطق اللي معروفه في المغرب. القصه ديال الكتل الحجريه بدات مع الفنان البلجيكي جون فيغام 1984، واللي ما كانش يختار مكان احسن باش يحقق التحفه ديالو، واللي ساهم في جلب الزوار من جميع انحاء العالم. معنا ابراهيم باحو، ولد المنطقه، هو قيد اكثر من 20 سنه من الأشخاص اللي كيساهموا في السياحة في منطقة تفراوت. كنخدموا بزاف على السياحة التضامنية، خصوصا كنخدموا مع السياح الأجانب اللي كيجيو بزاف من أوروبا، من هولندا، من إنجلترا، من فرنسا، من عدة دول أخرى، من بين الولايات المتحدة. وهنا كاين بزاف ديال لي سيركوي كنخدموا عليهم. أعلى قمة هي جبل الكست 2375، كنديرو في يومين ولا نهار اللي بغا يديرو في النهار، كنقضي بلاصه اون فواتير. لا فالي ديال امبل كنديرو السيركوي اون ايطوال، لي روشي بلو ديال جون فيرام اللي صبغوهم 1984 حتى هو كنديرو اون ايطوال، وكنديرو لي غورج ديال ايت منصور 30 كيلومتر واحد 30 كيلومتر على تفراوت. مرحبا بكم عندنا في تفراوت هنا. أن حتى المغاربة يجيو يزوروا هذه المنطقة، حيت كتعتبر من أجمل مناطق في سوس ماسة. على بعد 30 كيلومتر من تفراوت، زدنا تعمقنا في المنطقة، وتصادفنا مع مناظر خلابة. هي عبارة عن واحات ايت منصور. هاد الواحة ظاهرين بها جبال الجرانيت الوردي واللي معروفين بألوانها الفريدة. سخاء المياه الموجودة في المنطقة كتخليها متنفس ومنتزه لسكان المناطق المجاورة. ما بين الثقافات المعروفة بهم مناطق الجنوب كنلقاو بما يسمى بإيكودار، إغرم، ولا أكادير، وهي عبارة عن خزائن كانوا قبائل مجاورة كيحطوا فيها المؤونة ديالهم، وتعتبر رمز التضامن والتعاون ما بين القبائل المجاورة. خاصكم تعرفوا بأن في جنوب المغرب كتواجد أكثر من 500 إيكودار. ما نساوش بأن سوس ماسة معروفة بمنتوجاتها الفريدة، العسل، اللوز، أرغان والبلاغي ومجوهرات الفضة، بفضلوا تحسنات ظروف عيش نساء المنطقة واللي تمكنوا يحصلوا على دخل من تأسيس تعاونيات في جميع المجالات. هنا عرفوا بأن دور المرأة مهم في الاقتصاد المحلي. هذه المدة اللي دوزنا في هذه المنطقة ما كافياش، ولكن حاولنا نبينوا لكم بأن بلادنا
غني بالثقافات، غني بالمناظر الطبيعية وبتاريخه، وهذا الشيء كان راجع للمجهودات اللي قايمين بها سكان هذه المناطق. هاد الناس عندهم عزيمة باش ينميو المنطقة ديالهم.